حبيبتي عذرا فلم تقدم لك يدايا سوى الخطايا. من البداية أنا لما قريت الورق أنا ضد الستين مبدئيا، وطول عمري بقول إن المسلسل المفروض يبقى 15 حلقة. فبس هنا لما قريت الورق لقيت إنه في أحداث كتير أنا عن نفسي وأنا بقراها حبيت أعرف إيه اللي هيحصل، وتوقعت حاجات خلف التوقعاتي بعد كده في الأحداث، فقلت لا ده عمل كويس جدا. دي أول افتكر لو عرفت هتسامحك عذرا لذاتي، دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا وأستاذ أحمد اشتغلنا مع بعض فعندنا تجارب ناجحة كتير وأنا بحب أشتغل معاه، فقلت لا لازم أخوض العمل ده. فقد طعنتك مكرها بغدر خيانتي. تالت حاجة إن صادق صباح من الشركات المحترمة جدا، وإن الواحد كان لازم يشتغل معاه لأن ليه أعمال ناجحة في تاريخه كتير جدا. فبكل بساطة هي دي الأعمال دي الأسباب. يعني أنا مش هريحني غير الحقيقة. مالكش دعوة بالحقيقة. وأنا الآن على وشك الاصطدام بمصير لا أجرؤ على مواجهته. أنا حامل.